أعلنت شركة LG الجزائر عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة LG G5، وذلك خلال ندوة نشطها مدير التسويق بفندق الأوراسي. LG a conçu un téléphone avec une certaine innovation juste pour permettre aux consommateurs de développer encore plus ses désirs et surtout, je dirais surtout, arriver à réellement partager et s'amuser. Comment ? Ça fait à peu près une dizaine d'années que le smartphone a commencé en Algérie. Je pense que tout le monde téléchargeait tous les jours 5, 6, 7 applications parce qu'on était fasciné par le smartphone. Tout le monde, le smartphone. Après, même chaque année, il y avait de nouveaux modèles qui sortaient. Chaque concurrent sortait un nouveau produit, mais on n'avait plus la même fascination. Est-ce que les gens aujourd'hui délaissent un peu le smartphone ? LG Mobile considère que le smartphone ou le temps du smartphone est toujours là, existe toujours. ويأتي LG G5 بتصميم جديد مبتكر، حيث يقدم رؤية جديدة في تصميم الهواتف الذكية، ويأتي بتصميم تقليدي لكن مع إمكانية إضافة وحدات لتطوير مميزات الهاتف لتحسين الكاميرا إضافة إلى بطارية أكبر. هاتف المستقبل الجديد يتكون من وحدات يمكن للمستخدم ترقيتها بسهولة من خلال الفك والتركيب، فإذا أراد على سبيل المثال كاميرا أفضل يزيل وحدة الكاميرا ويشتري أخرى أحسن ويثبتها في الهاتف. وتعمل شركة موديلاغ على مشروع باسم ERA يهدف لتحقيق هذه الفكرة. ووفقا لمدير التسويق ياسين خلاف، فإن الهاتف الجديد يقدم تصميما جديدا مبتكر للهواتف الذكية، ويحمل LG G5 تصميما كاملا من المعدن، حتى أن مستشعر بصمات الأصابع يوجد فيه مع دمج زر الطاقة أو زر تشغيل الهاتف في مستشعر بصمات الأصابع القابل للضغط. الشركة كشفت أيضا عما أطلقت عليهم اسم أصدقاء LG، وهي عدد من الأجهزة المتوافقة التي يمكن أن تعمل مع الهاتف الجديد بما فيها LG Cam Plus، وهي عبارة عن قطعة يمكن تثبيتها في الأسفل، حيث تمنح الهاتف أزرارا خاصة لالتقاط الصور الثابتة وصور الفيديو.